البروجكت بتاع التشينج ميكر انه المفروض ارتست ميت تشينج ميكر عشان يتكلموا عن الموضوع حق اللوحه ولا الارت بيس اللي هي هتعملها. النساء اللي عندهم قصه المفروض نمشي كرييت القصه بتاعتهم بطريقه فنيه. ليه بس قاعد هنا وتقدمك فيه زي ما كنت بتكلم معاه كده عادي بس كده يعني فوق بعض كده يعني تكونوا كده خاتين رصوص يعني مثلا بيكون بالطريقة دي اوكي يعني كده مثلا دي حدية وإتي وتاني فنحاول انه هو بعد ما اظبطها بس لما نقول انه الثورة والفن لازم اقول لك هما رسم او هما غنى او ها يا اخي ما الوان سايح حصل شنو، لكن بالعكس موضوع الفن ده تحديدا في تشكيله للثورات عبر التاريخ هو بينقل رساله، حتى الرساله لو ما كان بالطريقه المعتاده عبر الاخبار او عبر المخاطبات العامه او كده، بينقل رساله انت شئت ام ابيت بتتلقاها، لانه انت لما تشوف لوحه او لما تسمع حاجه دي حياتك بتقدر تسيطر عليها، فانت لا شعوريا بتصليك الفكره، بعد ذاك بيجي الدور حق التفسير بتاع الفكره دي. فالحاجتين دي بيكملوا بعض، الفن والتفسير بتاعه. قوه الفن في انه ما عنده حد، ما عنده جندر معين، ما عنده أي حدود بتخليه إنه بيخاطب فئة معينة، الفن بيخاطب الكل. مع إنه في حاجات كتير شديد بتمر علي أنا ما بقدر أعبر عنها بصوتي، فكون إنه أنا أكون جرافيتي رايتر أو جرافيتي أرتست عموماً دي فرصة مناسبة لي أنا كان جديد تعيني أتمسك بالموضوع ده إن أنا أرسم كل المسك في راسي يعني through this art فبس دي الحاجة اللي مخليني أتمسك في الجرافيتي. كل تجارب الناس الكويسة اللي قدموا حاجات كثيرة في البلد دي إنها تتحول ل يعني تتحفز بطريقة كويسة وما في أجمل منها هي تتحفز عن طريق الفن يعني إنه إذا كان تصوير أو إذا كان فنون تشكيلية فكنت متشجعة جدا للموضوع وطريقته ذاتها في حفظ التجارب اللي إحنا كسودانيين في الثورة السودانية. It's remarkable what's been happening in this part of the world since the Arab Spring and how online has democratized all artists and voices. I mean, art can be quite an elitist institution, if you like. And I always think that's a little bit of a shame because art is for everyone. It's a very powerful form of communication that goes deep.
الفن بيأثر في المجتمع بحاجات كتيرة. ففي مثلا الناس اتعودت على الحروب فما شافت الحاجات الألوان، كانت في مناطق يعني ما وصل لها كل حاجة. فهنا بدي لك الحياة معنى، الفن بدي الحياة معنى صراحة. انتوا اصلا اللي بتعملوا الاكسبيشن صح؟ راسين الاكسبيشن مين؟ لا لا ما في سبيس طول مترين؟ طول الطول ميزك من مترين. اوكي كل المركز طول يعني نص الطول ده يعني كده عارف انك تلاقي حياتك قادر او اكبر شويه زياده. Just one floor, like so maybe this room and the entrance, or do you want to go further into the building? The power that's coming from the change makers and the girls, it's gonna radiate and pull out from them things. I'm so excited. بجد أنا عاوزة أشوف الأوتكم حتكون كيف، وبجد متأكدة إنه حيكون a boomer كده حاجة رهيب شديد. في البداية أنا كنت فهمه بطريقة تانية، كنت متخيلة إنه إحنا هنعمل سرد بصري عن فكرتنا إحنا عن الثورة، أو إحنا شايفين الثورة بأي طريقة يعني. لكن في نفس الوقت كان مشوق شديد يعني الحياة دي. فلما جينا وعملنا الميتينج بتاعت الوركشوب وكده، فلقينا إنه هيكون في تشينج ميكر، هم هيجوا هيتكلموا عن الستوري حقتهم، وبعد ذاك نحن هنعمل سرد بصري او هنستلهم يعني من القصص حقتهم دي. فكانت الحاجه مخيفه شديد ومشوقه شديد، حسيت انه في زول هيحكي لك تفاصيل حقت حياته يعني، وانت بعد ذاك هتبدا تصيغها وتشتغل الحياه دي. فهي كانت حاجه غريبه شويه علي انا على الصعيد الشخصي كده، لكن يعني انا ما كنت قادره اعرف يعني الحاجه دي هتكون عامله كيف. بعد ذاك جو التشينج ميكرز واتلاقينا معاهم وبدوا يحكوا الستوري حقتهم. حبيت انه اشارك لانه كانت فرصه بالنسبه لي انه استعمل مهارتي في الرسم دي باني اوصل اصوات ناس ثانيه غير صوتي انا الشخصي يعني. يعني دي اقل حاجه ممكن الواحد يقدمها يعني بالنسبه لي انا كارتست اصلا، دي الحاجه اللي انا مثلا ممكن اقدمها للعالم، هي انه انا اصنع حاجه تكون مؤثره وتوصل للناس
فكرة أو حاجة، فدي كانت حاجة مهمة شديد أو فكرة يعني عجبتني شديد، إنه حتكون حاجة للثورة وحيكون قصص ناس حقيقية وقصص ناس فعلا يعني ناضلت في الثورة وفعلا عملت حاجة. المعرض بتاعي جمع ما بين الصور وبين التسجيلات الصوتية، لأنه أساسا الشغل بتاعي مع البير اللي أنا كنت معاها هي كانت في إذاعة صوت الثورة تحديدا، فقمت يعني جمعت التسجيلات حقتها أيام كانت شغالة في الإذاعة، الإعلان حق المواكب كان بصوتها هي، فكل زول بيجي بيسمع التسجيلات دي كان بيكون في رياكشن ظريف كل مرة، فبقوم بقول لي أنا عارف صوت المريدي أنا سمعتها قبل كده، أنا يعني أي زول بيحكي قصة، فدي ضافت بعد ثالث للمعرض. مرحبا بكم في مركز أم درمان الثقافي، وكمان كونترباند بالتشارك أو المشاركة مع USAID برحب بكم. جاز زمن أن نحكي فيه قصصنا زي ما بنشوفها بعيوننا. حبيب لفت نظري انه كان في مرة في العباسية في حي من احياء العباسية، احنا لما دخلنا المرأة فاتت 80 سنة، المرأة دي كان هي مترسة الشارع براه وخدت شجر وخدت لها حديد مكسر وقاعدة هي في كرسي وخدت لها حفاظة بتاعت مهم كان بتنادي فينا وبتقلينا تعالوا اشعبوا ما بجوكم وكده وبتهتف ضدهم، كانت انا دي بقت في نظري انها انا فهمت ان هي الثورة شو الثورة تضحية. زرعت جراف جنب الجاف والبنوم بالصيف ينقطع بالسيف، يا سلام يا سلام عليكم يا سلام يا سلام يا 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 سلام عليكم. النقاش حول قضايا النساء بيرتبط بتفاصيل تانية كثيرة جدا متعلقة بالمشاركة السياسية بالحماية القانونية وبقضايا السلام والتنمية كمان، فكل واحدة من المتحدثات حتكلمنا عن جانب من جوانب كيفية تحسين أوضاع النساء وكيفية دمج إمكانية دمج النساء في قضايا التغيير كمان. وبالنسبة لي فكرة لما قاعد أتفرج على المعرض انه الفكره انه بعد ما الثوره قامت الحاجه الحقيقيه اللي بتخلي لنا روح الثوره فينا هي الفنون، وبعد ما المشاكل الكثيره الاقتصاديه هذه كلها تتخطى بها جنبها، الحاجه اللي تذكرنا دائما ليه احنا عملنا الثوره دي ليه والشهداء بتاعنا ماتوا ليه واحلامهم كانت شنو، الفنون هي اللي دائما بتحيي لنا الحاجه دي فينا. فلما جينا تفرجنا قاعد اتفرج على اللوحات المختلفه ومن منظور مختلف من منظوري اليومي خلاني ارجع وافكر انه الحاله دي هتمشي لي قدام. صراحه الورشه كانت فيري انترستينج كون انه هانا قاعده يعني ومصوره بريطانيه ومعروفه، حتى اسلوب تصويرها انا حاساه يعني نوع الحاجات انا ذاتي بحبها، فدي حاجه كانت اكسايتنج شديد. بعد المعرض المفروض يحصل شنو؟ انه انا ايوه عندي صور كثيره بتحكي عن معاناه نساء دارفور، الصور دي حمرقها كشكل كتاب عشان نمشي لقدام. انا بشكل شخصي بطلب انه يكون في مساحه اكبر لمحافل زي دي تناقش امر الفن في السودان، لانه للاسف المجتمع بتاعنا بيتعامل مع الفن وكانه رفاهيه. مسؤوليتنا احنا ومسؤولية الفنانين اللي هم حاليا شايلين على عاتقهم انه يظهروا الحاجة دي، انه نضع لمسة انه الجيل اللي بعدين او الحالي معانا او حتى الحيجوا اللي قدام يشوفوا انه التغيير ساهل اذا كانت في الارادة، والارادة موجودة اذا انت عندك الادوات الصحيحة اللي بتساعدك في انك توصل التغيير او الفكرة بتاعتك.
طالما الفن متوفر وطالما هو موجود وطالما احنا عندنا الباور في انه من خلاله نعرض حاجه، اذا من مسؤوليتنا وواجبنا تجاه المجتمع انه نبرز القوه بتاعته ونبرز الرساله اللي هو بصير المجتمع. It's hard.